الله، اسمي سعيد محمد بركي، عايش في شعمر، مهجر من صفوري، تاريخ الولادة 1932. أب لعشر أولاد، أربع بنات وستة أولاد، أحفاد 31، أولاد الأحفاد 11. تعلمت طبعا في صفوري لحد الصف الرابع، بعدين بلشت أشتغل في البساتين مع أبوي والأرض، ودارنا لسه إحنا منزورها كل مدة ومدة. وفي استقلال إسرائيل اللي هو من عدة يوم النكبة، يعني منروح لهناك، وكان يجوا تلفزيونات ويقابلوا ويعملوا مقابلات هناك، لأنه مطرح البيت بعده أثاره، والدور الصغير حيطان موجودة، والبيدر أو بيدرين اللي كنا نحط الشعير والقمح والكرسني والأشياء موجودة بعدها. مجتمع إسرائيلي رغم كل العنصرية الموجودة على كل الأساليب اللي بيستعملوها مع الشعب الفلسطيني، إنه اصحوا واعملوا سلام، غير لأنه المستقبل مش إلهن. مش ممكن مستقبل، مش ممكن دولة تتحكم في شعب 20، 50، 100 سنة، في الآخر بده يكون في حل لهاي القضية. ولذلك هن إذا بتعقلوا أكثر لمصلحتهم أكثر من الشعب الفلسطيني.